إيهاب نرسم وشمس سمسم ويبسم بسمة كبيرة ويبسم بسمة كبيرة قد الدنيا. تعالوا 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 في عالم سمسم الخير يا خوخه. صباح الفل يا فلفل. ها قولي لي بقى ايه المفاجاه اللي عايزاني عشانها؟ ايوه هقول لك. انا بقى من زمان نفسي في عجله والنهارده قررت اني اشتري عجله. هي بجد يا خوخه؟ ده انا بحب العجل جدا. انا عارفه انك بتحب العجل، علشان كده انا عايز اعرف منك شويه معلومات عن العجل قبل ما اختار العجل اللي اشتريها. عندك حق يا خوخه، انا فعلا احسن واحد يفهم في العجل. بص يا خوخه، انت نفسك في عجله، بس المهم تختاري نوع العجله اللي انت محتاجاها مش اللي نفسك فيها، يعني مش اي عجله وخلاص. اساليني انا. يعني ايه فلفل العجل اللي انا محتاجاها؟ يعني ما ينفعش تختاري اي عجله وخلاص، لازم تبقى مناسبه ليكي، يعني مثلا لازم تكون عجله على مقاسك عشان تعرفي تركبيها. كويس. طب هي ايه بقى مقاسات العجل يا فلفل؟ وانا دايما بسمع عن مقاس 16، بس الحقيقه مش عارف مقاس 16 ده كبير عليكي ولا صغير. طب لو ما لقيناش عجله على مقاسي ممكن نوطي الكرسي بتاع العجله؟ وانا دايما بسمع ان كرسي العجله بيعلى ويوطى، بس مش عارف العجل اللي عند عم قوره كده ولا لا. طب تعالى نروح نسال عم قوره احسن يا فلفل، وهو يقول لنا على كل حاجه. فعلا فكرة. صح يلا بينا. انا برضو بقول كده. اتفضلي اتفضلي. يا سلام. صباح الخير يا عم قوره. اهلا 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 اهلا، تحب اساعدكم في حاجه؟ ايوه، خوخه قررت تشتري عجله عشان كده جايباني معاها، علشان انا اكتر واحد بيفهم في العجل. شويه يعني مش كتير. طب بص يا خوخه، انواع العجل ومواصفاتها كتيره جدا، عشان كده قبل ما تختاري لازم تعرفي الاول انت محتاجه ايه من العجل. طب انا هعرف ازاي انا محتاجه ايه من العجل يا عم قوره؟ انا هسالك شويه اسئله ولما تجاوبي عليها هتعرفي انت محتاجه ايه بالظبط. خطه في منتهى الذكاء. اتفقنا يا عم قوره، يلا اسال. انت محتاجه العجله بتاعتي يكون فيها سله صغيره زي دي ولا من غير سله؟ يا سلام، انا نفسي في عجله ليها سله. في فرق يا خوخه بين ان نفسك فيها وانك محتاجاها. خلي بالك السلة معناها ان السعر العجلة هيزيد. مش محتاجة السلة، يبقى مش مهم. تمام، سؤال تاني. انت محتاجة العجلة يبقى فيها سرعات كتير ولا لا؟ ايوة يا خوخة، سرعات يعني عجلة سباق. هو انا ممكن يبقى نفسي في عجلة سباق يا فلفل، بس انا محتاجة عجلة عادية العب بيها بس. تبقي مش محتاجة السرعات يا خوخة. طيب هتحتاجي كشاف نور للعجلة ولا لا؟ الكشاف مهم واكيد هتحتاجيه يا خوخة. ايوه عندك حق يا فلفل. انا ممكن اسوق العجلة بالليل، هحتاج الكشاف. انا كده عرفت خلاص محتاجة ايه بالظبط. تعالى يا بهاء، تعالى، هي دي العجلة اللي انت محتاجاها بالظبط. فعلا واضح ان انت هي دي اللي انت محتاجاها فعلا. دي حلوه قوي يا فلفل مش كده؟
جدا جدا. حلوة، يلا بقى يا خوخة، يلا جربيها بقى ورينا يلا. استنوا استنوا، لازم وانت راكبة العجلة تلبسي الخوذة دي على راسك. وكمان الواقي ده عشان لو وقعتي ما تتعوريش. حاضر. يلا يا خوخة يلا. خد بالك من الرداد. انطلقي انطلقي يا خوخة. يلا. ايوه. حسبي، خلي بالك يا خوخة، خلي بالك خوخة. ايه اللي حصل يا خوخة؟ ايه اللي حصل؟ عم قورة نسي يسألني أهم سؤال. ايه هو السؤال اللي نسيت أسألهولك؟ يا خوخة، بتعرفي تسوقي عجل ولا لا؟ واحد واثنين ثلاثة واربعة، تعرف عاوز ايه وتستنى اكتر. تحفة، عاوز يشتري الحزام اللي بيلمع قوي ده، بس ماما بتقولي اني مش محتاجه. عشان الجو ساقع محتاج تلبس بلطو، وطبعا ما تنساش باقي اللبس التقيل. يبقى فكر. يوم صيفي كده شوكي خرجت تلعب، كانت عطشانة جدا وعايزة آيس كريم. تختار الآيس كريم ولا تشرب مية؟ يلا قولوا قولوا هي هتختار ايه؟ أنهي حاجة فيهم تروي عطشها؟ المية طبعا، ده كلام صحيح. واحد واثنين ثلاثة واربعة، تعرف عاوز ايه وتستنى اكتر. طيب قولي، كان اول يوم لتحفة في المدرسة، خرج يشتري حاجة جديدة. يشتري كتاب او يشتري كرة؟ يلا قولوا قولوا هو محتاج ليه؟ صح، محتاج كتاب. ياه ممتاز. انت محتاج لحب اكتر، انت هتلاقي لكن لازم تستنى. يلا واحد واثنين ثلاثة واربعة، تعرف عاوز ايه وتستنى اكتر. تعرف عاوز ايه وتستنى مع حلقة جديدة من برنامج هتعملها ازاي. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ فلفل. أهلا أهلا وسهلا. أهلا 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 وسهلا. احنا طبعا كلنا عارفين أهمية توفير الفلوس، لكن سؤالنا النهاردة هو ازاي ممكن نوفر في الفلوس؟ ها يلا يا أستاذ فلفل، قول لنا هتعملها ازاي. أنا أحسن واحد ممكن يقول لك إزاي توفر في الفلوس. أول حاجة لازم نصرف الفلوس اللي معانا على الحاجات اللي إحنا محتاجينها بس. يعني لو أنا محتاج علبة عسلية أشتري علبة واحدة مش اتنين. تاني حاجة لازم أدور على أرخص سعر للحاجة اللي عايز أشتريها. يعني لو لقيت علبة عسلية بخمسة جنيه وفي مكان تاني بأربعة جنيه هشتري اللي بأربعة جنيه، وبكده اقدر احوش من مصروفي. ده تفكير ممتاز. لازم نصرف الفلوس اللي معانا على الحاجات اللي محتاجينها بس،
ولازم ندور على أرخص سعر للحاجة اللي عايزين نشتريها، وبكده نقدر نحوش. شكرا يا فلفل، انت قلت لنا النهاردة ازاي نقدر نوفر في الفلوس، قلت لنا هتعملها ازاي، وعشان كده برنامجنا بيقدم لك هدية حصالة. شكرا شكرا للبرنامج. بتحب العزف على الطبلة؟ تحفة، متحمس انه يشتري آلة ليه يعزف عليها. يلا نعد العملات اللي حوشتها الصيف ده ونشوف ايه الآلة اللي انت ممكن تشتريها. 1 2 3 4 5 6. تحفة، معاه 6 عملات. اختار آلة ممكن تشتريها ب6 عملات لغاية ما تفرج على المحل. اي آلة ممكن تحفة يشتريها ب6 عملات بس؟ اهلا بيكم كلكم، ده سؤال مدهش. يلا نعرف الاجابه. اهلا وسهلا في تحدي اختار بحكمه مع لعبه النهارده للادخار الموسيقي. المتسابقين هم تحفه اهلا ولولا وانتم كمان. علشان تكسبوا اللعبه لازم تختاروا اله موسيقيه ممكن نشتريها ب6 عملات. اختياراتكم هي الجيتار، الفلوت، الطبله، الكمان. عندكم 30 ثانية، فكروا. تحفة بيحب قوي يعزف على الجيتار، ده هيكون مدهش. لكن تحفة معاه بس 6 عملات عشان يشتري الآلة، والجيتار 8 و8 عملات. لولا عندها حق، تحفة ما عندوش فلوس كفاية عشان يشتري الجيتار. جرب تاني يا تحفة. ممكن الكمان؟ الكمان 18 عملات، وده برضو أكتر من 6 عملات. طيب أي آلة ممكن يشتريها تحفة ب6 عملات؟ الطبلة تمنها 6 عملات، يبقى تحفة ممكن يشتري طبلة. لكن لولا عندها طبلة، وتحفة عاوز يعزف آلة موسيقية مختلفة عن لولا. ممكن تساعده تحفة إنه يختار آلة موسيقية تانية؟ أيوة ده صح، الفلوت تمنه 6 عملات، تحفة ممكن يشتري آلة الفلوت. نجحتم، برافو، انتم اخترتم آلة ممكن يشتريها تحفة ب6 عملات. شكرا علشان لعبتم مع صاحبكم الموسيقي جعفر. لو سمحت ممكن فلوت واحد؟ 1 2 3 4 5 6. 6 عملات. زي ما ماما بتقول دايما، العد ممكن يساعدنا كل يوم.